baba se kiri muri ya baba wenji kenzo ya baba se ya mari ya baba wenji kenzo ya jadi chama ubu muri ya baba wenji kenzo ya baba se ya mari ya baba wenji kenzo ya baba lewani ki ya baba wenji kenzo ya baba se ya mari ya baba wenji kenzo ya baba muladi wane baba muladi wa ya baba se ya mari ya baba Jadi nimtala la ya baba sidi manso ya baba selemani ya baba nimshiwele zuri ya baba sidi manso ya baba selemani ya baba sidi manso ya baba rekdit na khalat ya baba wenjik elbet ya baba selemani ya baba sidi manso ya la muladi wa la ula muladi wa ya baba selemani ya baba Je trouve que le stambeli c'est une musique liturgique en quelque sorte. Et je pense que dans toutes les civilisations il y a tout ce qu'on appelle les chansons liturgiques, etc. Et ils sont formellement distingués par des mesures en termes de langage intérieur de musique. Il y a toujours l'utilisation des rythmes 6-8, c'est-à-dire dans ce genre de... Et donc le stambeli c'est une musique qui véhicule justement de l'histoire de la Tunisie. Et c'était une histoire d'immigration, justement, qui a été faite entre le 17e et le 18e siècle, de la région de l'Afrique orientale jusqu'au lac du Tchad, à peu près géographiquement. Il y a une migration qui a monté en haut, au 18e siècle. Au contraire du gnawa marocain qui vient à ses origines, ça vient de la Guinée, c'est l'Afrique Est, plutôt l'Afrique Ouest. فهمني وقمري فيه روح اي انا ياثر على النفسانيه على كل واحنا اسطنبلي كي تعمل بقمري وحده يجي ينجم يزيد يتسمى اسطنبلي ولا يلزم ما تهدوا معناه ينجم يكون القمري وحده وقت القمري هو الباز هو اللي يجمع الالات اخرى مات الكبار كانوا كبار بركتهم وكانوا ماليهم معناها الناس اللي جات من افريقيا جدودهم وبيتهم ودينا الكل كانوا بالحق بركة ربي وكانوا ناس بالحق عندهم حاجات فهمني معناها كانوا ناس روحانيين معناها يمنوا بربي ويمنوا ويمنوا بالطبيعة وبال شنو حكاية بوسعدية؟ حكاية البوسعدية هو ساعة كي تشوف حتى اللباس نتاعو هذاك هو مشى يفركس على بنته فهمتي؟ عاد كي يفركس فك الغابات وحكاية كل شيء يفركس على بنته كل مرة مثلا يرقى حاجة ساعة سامحني هو منين؟ من تونسي ولا لا 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 من لا من الأفريق من كما نسيت اسمها بالضبط مش تنبوكتو ما هي غادي كتنبوكتو وهادي مشاريك تعزمكم فهمني جاي تونس جاي هو حسب قصته جاي في تونس في الاخر ما عادش لقاوه هو من تونس ما عادش لقاوه قصته توا يبحثوا فيها الحكايه فهمني كي هو جاي كل مره فك الغابات كل شيء كل مره مثلا يرقى في الغابات مره يرقى ثعلب يقطو ياكلو مره يرقى درا شنو كون اللباس نتاعو هذاك كون اللباس نتاعو كيفاش تكون كون اللباس نتاعو هذاك كونو فهمني وكانت عنده وحده مثلا ولا يهز طبله باش يسترزق ولا يهز حاجه فهمني هذاك هو البوسعدي اما هو يفركس على بنته ويمدح شكون هزه له والله هذاك ما شكون هزه له بالضبط انا حسب مخي انا ممكن خاطر ما كانوا قبل يتبيعوا للعبيد كانوا يتبيعوا
فهمني كتبه حسب رأي معلومة ممكن من عندي أنا حسب فكري يمكن كتبعت وقتها بنت وقتها مش يفركس حاب يفركس بعد يدخل من القبيلة القبيلة باش يفركس على بنته فهمني عندها ملي خرجت الاله هذي عم نرجي ملي تولدت هنا لقيتها ما موجودة عند اشتيانا خدي عندك ايش ملي تولدت انا عندي 56 ما شاء الله ربي يطول في عمرك عام 60 قدم كبير يعني لامس حوار صحافة يعني في عم نرجي نجيب الماتريال نتاعك الجلد تقعد تستنى حتى اللي حد يذبح باش تشري من عنده ولا تذبح بالذمه ولا كنا نخدموه كنا نخدموه في سابا غير عندي حانوت وعندنا واحد يخدم ناخذوه بشعره ربما من هنا الى 30 جنيه ونخدموا نشريوا له الدواء وكل شيء نخدموا على البيع المهم الدواء باش تنفخوه اي نفخوه الجلد ناخذوه شيح هما فما اللي ياخذوا في الجلود يلموا من البطوار ومن الواحد يلموا ونحن نمشي نشريوا من عندهم ناخذوه بشعر وكل شيء نفخوه في بتاتي ومقعد ويك نداويه ومن بعد نخدموا على البيع والمحيط هكا نتاع الواحد منعوا علينا ولينا ناخذوه حار شنو منعوا عليكم؟ على الوسيخ على البيئة والمحيط هذاك في الزقويات وكل واحد خاطر مضر الدواء نتاعو يضر اليدين من نخدموه كيف نطفوها الجلده ما بلقون دويات وطبليه واحد كيما المدابة راه كنا نخدموه في الصباغير غاديك بحذا البير وسوق الصباغير منعوا علينا ولينا ناخذوه حاضر ولا يجينا حاضر لو من سفاقس ومن مستيق ماذا بي انا مثلا نزيد نطور برايف تولي اكثر ونخدم خدمه اخرى هذه الكوتية هذه اللي تطور اسطنبول هذه اللي ما لقيتوش We'll be right back.
تغرمت كيما الناس الكل كي بالبناء وكل شيء، من بعد مشيت كي نشوف اسطنبول نلقاها كي ان بو ديفيرون ماهوش بعيد برشا على خديت جمبري كي بديت نتعلم شوية شوية، عملت شوية جمبري مغربي عودت فازيت، عملت زاد حاجات مغرب تونسية نحب نشوف شنو يعمل ونمشي بعض الصالح. J'allais te demander déjà je connais mais par contre je c'est comme ça que j'ai appris خاطر متجامش تعلم على بلاصه تشوف ايش قاعد يعمل وكمان الاستريمون يسون بجاي خاطر تبدا تسمع في اسطنبول ما تفهموش الجمبري ما تعرفينش قاش وكل شيء متجامش تفهم وتركز معاه Donc du coup, quand je suis là, 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 je suis حاجات موسيقى اللون موسيقى الوجع وموسيقى القضية كلامك وكله موسيقى الدورة الدموية متاعك كلها موسيقى قلبك وكله موسيقى مشيتك كلها موسيقى رمشة عينك موسيقى نفسك موسيقى الريح كي رفرف عليك موسيقى كلها موسيقى We'll be right back.
عباد تحرق في الزوية. هذا يدل على شنو؟ معناها عباد تحب ترجعنا في عهد الجاهلية وتحب تفسخ التاريخ وتحب تفسخ الثقافة متاع بلاد حضارة كاملة. لهنا نشوفه بعد بعد اللي صار ذاك بعد المقام تاع سيدي بوسعيد ومقام سعد السيدة منوبية العباد فاقت، ما حتى الدولة كل فاقت، معناها راهو كان باش يصير هكايا، راهو حضارتنا كل باش تطيح في الماء. وقتها العباد قعدت تطلب، ولات تحب السلمية، ولاو يحبوا اسطنبيلي، يحبوا المزود، يحبوا القدرية، يحبوا العيساوية، يحبوا الطبيل والزكار وذاك الشمال الغربي، ويحبوا البنكة من طوز. حبيت اخويا صح الله يبارك الزين يا حاج نقوزة، سمعنا يا رحمبو. هاي عم ابراهيم، تحب تكون عم ابراهيم الامريكي؟ هاي بتونسي بتستو انا نترجم. قال لهم عم ابراهيم المعلم متاع الشيء. هذه عندك عم ابراهيم دمي ما شاء الله جميل، نفس القهوه نفس القهوه محبوب عم ابراهيم. اي ربي طول في عمرك وحيك حياة خير يا سي. شنو هي المطعم نتاعها هذي عم ابراهيم؟ اسمع هذه اقوى واحده هنا ما نفهمش وعلاش تكيف القوي يا عم ابراهيم؟ كيفك على روحك مثل نحشني بيك ربي فضلك يا عم ابراهيم. عم الحبيب وانت شنو يا اقوى واحد شنو يا عم ابراهيم؟ تاع شنو تاع شنو يا عم ابراهيم؟ أيوة بفضلك يا عم الحبيب. يا عيش يا عم الحبيب.
ربي خليك يا عم ابراهيم، ربي فضلك يخليك. واش تصوري يا حنا دوري، هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري، هاي دوري وقعدانك واش تصوري يا حنا دوري، دوري بحزامك وربي قد ايامك وبالحنة في قدامك وانتي بها الدوري يا حنانة دوري، دوري بحزامك وربي قد ايامك وبالحنة في قدامك وانتي بها الدوري يا حنانة دوري، دوري بالحلقة ورخبي عالطارقة وقولي وين المالقة وعند الشيخ نقيله أحنا ندوري.